بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة. الطقس هيكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. مائل الحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الجو هيكون لطيف في أول الليل ومائل البرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد. معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. هناك أيضا نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد. في كمان النهاردة فرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على مناطق متفرقة. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو مركز الإعلام بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن اخبار الجو النهارده، وايه المناطق اللي هيكون فيها نشاط للرياح والمناطق اللي هيكون فيها كمان امطار، وخصوصا واحنا جايين الجو كان فيه نسبه رطوبه مرتفعه شويه. هو احنا طبعا يمكن من الامس شهدنا تعمق للمنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، وده ادى الى سقوط الامطار في بعض المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط زي محافظه الاسكندريه وبورسعيد وبعض المناطق من البحيره. وايضا بالامس الامطار امتدت لبعض المناطق الداخليه. اليوم متوقع استمرار تعمق المنخفض الجوي على جمهوريه مصر العربيه، وده منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا، ايضا مع وجود كتل هوائيه شماليه رطبه تساعد بشكل كبير على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه، فبالتالي هيستمر معانا اليوم يعني تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه وفرص الامطار اللي هتكون امطار متوسطه على السواحل الشماليه للبلاد، المحافظات المطله على البحر المتوسط. يمكن منذ الساعات الاولى من الصباح الامطار بتتساقط على محافظه الاسكندريه امطار متوسطه، وتقدمت كمان الامطار لبعض الاماكن من محافظه البحيره. ومتوقع على مدار اليوم استمرار الامطار على مطروح، الاسكندريه، البحيره، كفر الشيخ، بعض المناطق كمان من سواحلنا الشماليه الشرقيه زي دمياط، بورسعيد، رفح العريش، بعض المناطق كمان من وسط سيناء. امطار على مدار اليوم على فترات متقطعه طبعا، الامطار هتكون امطار متوسطه، وقد تمتد كمان الامطار بكميات اقل للمناطق الداخليه، فتمتد امطار خفيفه لمناطق من محافظات مدن القناه، جنوب الوجه البحري، بالاضافه كمان طبعا هيكون انخفاض في قيم درجات الحراره اليوم بمعدل درجتين عن الاسبوع الماضي، انخفاضات طفيفه طبعا لكن هنشعر بيها عظمى على القاهره الكبرى، متوقع ان تكون 28 درجه مئويه خلال فتره النهار، فبالتالي هنحس بالاجواء المعتدله تماما والخريفيه خلال فتره النهار على القاهره الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشماليه، ايضا بعض المناطق من محافظات شمال يعني الصعيد. نقدر نقول يا دكتور ان احنا خلاص داخلين على الشتاء، يعني نقول للناس خلاص بقى ان احنا درجات الحراره كده احنا نستعد لفصل الشتاء شويه؟ اجواء شتويه يعني هو لسه الفصل الشتاء قريب. نحن نبدا نرتدي الملابس الشتويه او الاجواء الشتويه بشكل كبير، الانخفاضات الملحوظه في درجات الحراره لا هيكون لسه بدري، لان احنا لسه قدامنا تقريبا حوالي شهرين او اكثر في فصل الخريف. طبعا ارتفاعات في درجات الحراره مش هتكون موجوده بشكل كبير، هتقل بشكل كبير، لكن هيظل عندنا ان فتره النهار فيها الاجواء الدافئه او الاجواء نقدر نوصفها مائله للحراره، نيجي على فترات الليل نلاقي الاجواء المائله للبروده، هتبقى اجواء خريفيه مش اجواء شتويه، لان الاجواء الشتويه بيكون فيها انخفاض ملحوظ في قيم درجات الحراره، وبتحتاج طبعا نرتدي الملابس الشتويه الثقيله. طبعا فترات النهار هتظل فيها اجواءها دافيه او نقدر نوصفها اجواء مائله للحراره في بعض المحافظات، لكن فورا غياب اشعه الشمس، وده اللي دايما ملحوظ بيحصل انخفاض في درجات الحراره، يكون ملحوظ اكثر في ساعات الليل المتاخر فترات الصباح الباكر، لو قد دي درجات الحراره الصغرى بدأت تنخفض وتوصل ل 21 و20 في بعض المناطق من محافظات شمال البلاد، احيانا كمان محافظات شمال الصعيد بتنخفض درجات الحراره الصغرى ل 18 و19 درجه مئويه، فبالتالي اجواء نقدر نقول مائله للبروده في ساعات الليل متاخر فتره الصباح الباكر. بالنسبه لنشاط الرياح الموجود معانا اليوم هيكون موجود معانا في معظم محافظات الجمهوريه، لكن هو غير مثير لاي ملوى اتربه، سرعاته ما بين 30-35 كيلو متر على الساعه، هيساعد بشكل كبير على مزيد من الاحساس بانخفاض قيم درجه الحراره، وكمان عدم احساسنا بنسب رطوبه موجوده في الجو. طبعا الشبوره المائيه هتظل ظاهره جويه بتاثر علينا فتره الصباح الباكر،
ساعات الليل المتأخر، وبتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية يعني على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكن هي بتتلاشى مع استطاع أشعة الشمس. طور استطاع أشعة الشمس تبدأ الشبورة المائية تتلاشى بالضبط. طبعا الأجواء اللي فيها أمطار وخاصة على المناطق الساحلية متوقع أن هي تستمر معانا حتى منتصف الأسبوع، يمكن تكمل معانا اليوم الثلاث والأربع جايين إن شاء الله. أمطار متفاوتة الشدة على المناطق الساحلية تحديدا ومحافظات شمال الوجه البحري، مع استمرار طبعا يعني الأجواء الخريفية أو انخفاض درجات الحرارة. صحيح. درجات الحرارة فيها أقل من المعدلات. أكيد أنا يعني بنتابع مع حضرتك يوميا، بشكرك على المتابعة اليومية معانا في صباح الخير يا مصر الدكتورة منار غانم عضو مركز الإعلام بيئة الأرصاد الجوية. خلونا بقى دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. هنبدأها من القاهرة العظمى 28، الصغرى 22، العاصمة الإدارية 28 21، الإسكندرية 26 21، العلمين الجديدة 26 21، مطروح 27 19، دمياط 26 22، بورسعيد 27 22، إسماعيلية 30 20، السويس 30 21، العريش 28 20، كاترين 22 16، طابة 28 24، حلايب 30 25، شلاتين 32 25، شرم الشيخ 33 24، الغردقة 32 24، الفيوم 29 19، بني سويف 30 19، الوادي الجديد 33 19، أسيوط 30 17، سوهاج 31 21، قنا 33 22، الأقصر 34 23، وأخيرا أسوان 34 23. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس خلال الأسبوع أو خلال النهارده بالذات. خلوا بالكم إن احنا في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل وفي ساعات الصباح الباكر. هرجع مرة تانية لشاذلي وجمانة عشان نكمل معاكم فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا ديان. شكرا.